بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أحب الأستاذ الجليل على موقع كلامكم مناسبة شرط المناسبة هي اجتماع اللي برأسته الصبيحة بحضور الهيئة للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. علاش جا هذا الاجتماع؟ جا صراحة وقفة للتأمل، وقفة كذلك للاحتفال. لماذا؟ لأنه العمل اللي جمعنا مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع منذ التأسيس ديالها في 2016، عملنا بطبيعة الحال تجسيد الديمقراطية التشاركية بالإنصات لمجموعة من المقترحات اللي جات من طرف الهيئة، وكذلك ما مدى انسجامها مع برنامج عمل الجماعة. هذا الاجتماع بطبيعة الحال جاء علاش؟ لأنه الجماعة الحربية الحمد لله حصلت على منحة ديال التميز. هذه المنحة ديال التميز بطبيعة الحال حصلنا عليها علاش؟ لأنه العمل اللي قمنا به منذ تولينا المسؤولية في إطار الديمقراطية التشاركية، عملنا كذلك بطبيعة الحال باش أنه مجموعة من المشاريع توصل للساكنة، وكذلك الانفتاح ديال النسيج الجمعوي داخل التراب ديال الجماعة. هاد المنحة اللي كتسلمها المصالح المركزية لوزارة الداخلية بالتعاون مع البنك الدولي، وكذلك الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي. لنا الشرف كجماعة حربين باش أننا نحصلوا على دفعة أولية، وهي منحة في حدود 1,070,000 درهم اللي غادي تمكننا بطبيعة الحال من تمويل مجموعة من المشاريع اللي باقا يعني في البرنامج ديال العمل، واللي كذلك جات من اقتراح ديال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. هاد المنحة بطبيعة الحال كتجي بعد واحد مجموعة ديال يعني ديال الشروط، ومن بينها الشفافية في التعامل بطبيعة الحال مع الساكنة ولا مع جميع الهيئات، كذلك إشراك جمعيات المجتمع المدني، الانفتاح على يعني الآراء وعلى المشاريع المقدمة من طرف هذه الجمعيات. جماعة حربين الحمد لله لها الشرف باش انه عقده واحد المجموعه ديال الشراكات، يعني كنقدر نقول لك بانه تفوق 15 ولا 20 عقد شراكه اللي كيمكن جمعيات المجتمع المدني من القيام بمجموعه من الادوار. اذكر على سبيل المثال النقل المدرسي اللي الحمد لله كان تميزوا به داخل الجماعه ديال الحربيه. اليوم وفرنا تقريبا في جميع الطوابير ديال الجماعه الوسيلة ديال النقل بطبيعة الحال، ووصلنا للهدف ديالنا اللي هو محاربة الهدر المدرسي وتمكين الفتاة القروية من متابعة الدراسة ديالها. كذلك كان عندنا انفتاح لجمعيات شبابية كتعنى بالمجال الرياضي وكذلك المجال الثقافي. إذا هذا الانفتاح ديال الجامعة مكننا بطبيعة الحال باش نحصلوا على هذه الميزة ديال تميز بطبيعة الحال، ومكنتنا من هاد المنحة المالية اللي غادي إن شاء الله نمولوا بها كيف قلت مجموعة ديال المشاريع داخل الطرق ديال الجماعة على حسب الأولويات. إذا كيف قلت هذه كان اجتماع مع السيد رئيس الهيئة والأعضاء والعضوات ديال الهيئة. بطبيعة الحال لابد أننا نقدم لهم الشكر كذلك من خلالكم لأنه أبانوا على الكعب العالي في معالجة مجموعة من المشاكل التي تهم المجال التعليم ولا مجال الصحة ولا مجال الشباب ولا مجال المرأة. كان عمل صراحة مشترك طيلة هاد الخمس سنوات. اليوم يتوج هذا المجهود بهذا المنحة. هذه المنحة كنعتبروها تكليف ماشي تشريف، أنه العمل ديالنا خاصو إن شاء الله يتضاعف ويكون دائما السياسة اللي نهجنا الحمد لله نجحنا فيها، القرب من الساكنة، القرب من المواطن، الانصات للمجتمع المدني بطبيعة الحال
لأنها قوة اقتراحية واللي كانت على طبيعة الحال الدستور ديال نادي 2011، دونك تفعيلا لمقتضيات الدستور، تفعيلا للميثاق الجامعي 13 14 13 114. دونك هذه مجموعة من القوانين اللي كتسمح لنا باش أننا نعملوا واحد الإطار قانوني مع جمعيات هادفة، جمعيات اللي كتضحي من الوقت ديالها واللي أعطت الكثير. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مصطفى مصطفى، رئيس الهيئة للمساواة والتقارب ومقاربة النوع، بخصوص هذا الاجتماع اللي استدعانا رئيس الجامعة حربيل بخصوص المنحة اللي تقدمت من طرف الداخلية على المجهودات اللي قمت بها الهيئة والمجلس الجماعي، بأن المجهودات اللي قمت بها الهيئة الحمد لله كانت في المتناول ديال الجامعة والمجلس التدبير الجماعي تاهو الحمد لله اللي عطاه وعطاه الأكل، وهذا الشيء تدل إلا على خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه للمشاريع اللي قدمت الهيئه، بان المجلس قام بالانجازات ديالو اللي يخص التعليم ويخص الرياضه وبما يخص النظافه اللي هي الحمد لله حققت فيها مدينه طنجة النظافه، هذا يدل على خير. وشكرا لكم وشكرا بزاف بزاف. معكم رفيف دوا عضو هيئه مساواه ومقاربه النوع مدينه طنجة. اليوم احنا حاضرين استدعاء من سعاده الرئيس سي اسماعيل برهومي باش نناقشوا واحد المنحه اللي عطاها لنا البنك الدولي بالمناسبه ديال العمل الجاد اللي قامت به الهيئه من مدارس، من صحه، من مرافق، من يعني بزاف ديال الاحتياجات اللي كتحتاجها مدينه طنجة والدوائر المجاوره. يعني كان عمل ايجابي، وهذا شكر كان بالنسبه لنا حنايا من طرف سعاده الرئيس، وكنشكرك وكنشكر جميع الاخوان. شكرا. السلام عليكم. عزيز الهونسيك، عضو في هيئه المساواه وتكافؤ الفرص. بالمناسبه ديال الاجتماع ديالنا هنا لاستدعائنا السيد الرئيس، المناسبة هي المنحة اللي توصلت بها الجامعة في إطار الخدمات ديالها اللي هما كانوا في صراحة في وضوح، وكانوا بشراكة ديال الرئيس مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص. والخدمات صراحة الجامعة تستاهل هذه المنحة. علاش؟ حيت هي عندها الشفافية، كتخدم معنا بشفافية وكتخدم معنا بوضوح. وقت ما كان شي برنامج كنحضروا ليه كهيئه باش تنعرفوا شنو اللي كيخدموا وشنو اللي كيديروا. وبالنسبه للمدارس ديال النواحي، الا كنا درنا تقرير حنا وياهم الهيئه والجماعه الاعضاء ديال الجماعه وعلى راسهم رئيس الجماعه. والصراحه من بعد عاودنا مشينا درنا زياره ميدانيه، لقينا داكشي اللي راه توثق ومزيان، والناس في المدارس الصراحه الاطفال في المدارس ولاو مرتاحين، ولاو الصراحه في اقسام اللي هما نموذجيين وصالحين للقرايه. وتنشكروا رئيس الجامعه الصراحه اللي هو تيطبق التقارير ديالنا اللي كنجيبو. وبالنسبه للمنحه، هذا شرف الجامعه الصراحه. الجامعه راه هي دايره الجهود، ماشي جات هذيك المنحه غير هكاك، بالله راه دايره مجهود وتستاهل. وشكرا على وزاره الداخليه، وشكرا للبنك الدولي اللي منحوا الجامعه هذا القدر المالي اللي وضعوه في جامعه حربيل الثقه. وشكرا.